بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. احنا طبعا اتكلمنا في فواتح السور بالحروف المقطعة كلام كل مرة نتكلم فيه، وقلنا ان الله اقسم جاب حرف صاد ونون وقاف، وجاب حرفين اثنين طا وشين مش كده، وحاميم، وجاب ايه ثلاثة الف ايه لام ميم، وجاب اربعة الف لام ميم ايه صاد، وجاب مش عارف خمسة كاف اي عين ايه صاد مش كده، وحاميم عين شين ايه شين قاف. حروف كلها اسماء الحروف المقطعة. احنا عرفنا ان الحروف قسمين، حروف مبنى وحروف معنى. حروف مبنى يعني بتتكون منها الكلمة، كتب يبقى الكاف والتاء والباء بنتنبني منها الكلمة، انما الكاف لوحدها ما لهاش معنى، التاء لوحدها ما لهاش معنى، الباء لوحدها ما لهاش معنى، انما كتبت جت تاء تانية اهي، التاء دي اللي معنى للمتكلم، وكتبت للمخاطب، وكتبتي للمخاطبة. يبقى في حرف معنى وفي حرف ايه وحرف مبنى. حروف المباني دي الله سبحانه وتعالى لو قلنا انهم الحروف 28 نصها 14 جابها في فواتح السور، وقلنا ان احسن ما قيل فيها ان هذه مادة كلمات القرآن اللي العرب عارفين ايه وعجزوا عن محاكاة القرآن ومعارضته، مع ان الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات. طب ما دام الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات، ما عجزوا عن ايه؟ قال لك الصنعه بقى. لو كانت حاجه تانية مش عندهم كان يقول لك لو كان عندنا هذه كنا نجيب زيها، لا هي هي الحروف بتاعتها وهي، ما جبناش حروف لا زياده ولا كلمات زياده، انما الصنعه بقى ايه؟ لان الله هو الذي ايه؟ يتكلم. صاد والقران ذي الذكر. هنا الدليل على الاعجاز وحامل الإعجاز. صاد حرف منه تكونت كلمات القرآن، والقرآن معجز. ليه؟ لأنه من نفس الحروف ونفس الكلمات بتاعته الحرف، وأعجزتم عنه. وأنت أمة بيان وأمة كلام وأمة فصاحة وأمة بلاغة، ودليل الأمة الوحيدة التي صنعت للكلمة وللأسلوب معرض أسواق العرب، أسواق عكاظ، أسواق المجنة، أسواق المربد، يروحوا يخطبوا فيها ويقولوا والكلام الجيد، وقعد واحد بالحكومة يحكم يقول ده الكلام ده أخطر الكلام. معرض للكلمة ما حصلش في أي دولة، معرض للإيه؟ والكلمة الناجحة اللي يعلقوها على الكعبة بقى يعملوا سوق اسمه معرض للكلمة، واللي يجيك ياخد كلمته ويكتبوها ويعلقوها على الإيه؟ على الكعبة. دليل على إنهم أمة إيه؟ أمة كلام، أمة بيان، أمة أساليب. ولذلك كانت معجزته صلى الله عليه وسلم من جنس ما نبغوا إيه فيه. يبقى صاد والقرآن، صاد أي حروف، والقرآن اللي هم عجزوا عنه، والقرآن ذي. إحنا قلنا القرآن مطلق عليه مرة الكتاب ومرة إيه القرآن. القرآن لأنه مقروء، والكتاب لأنه مكتوب. يبقى مكتوب في السطور ومقروء من السطور، يبقى الاثنين. والقرآن ذي الذكر، القرآن صاحب الذكر. احنا كنا قلنا قبل كده ان كلمة ذكر في القرآن اخذت معاني متعددة يحكمها في الحكم السياق. السياق هو اللي يقول المعنى هنا كذا، وإلا ففيه معاني كتير. ودي من الألفاظ اللي يسمها المشترك. المشترك كل لفظ بيؤدي معنى، قد يأتي لفظ يؤدي معنى واثنين وثلاثة وأربعة، والسياق هو الذي إيه يحددها. مثلا كلمة العين تطلق على الباصرة، وكلمة العين تطلق على الجاسوس اللي جاي يتلصص علينا، وكلمة العين للماء الجاري، وكلمة العين للذهب وللفضة، وكلمة العين للوجيه من الناس. الله، يبقى كلمة واحدة إيه لها معاني إيه متعددة. واللغة العربية يعني تتميز بهذه المشترك اللفظ ده. بس بقى فصاحة وذكاء السامع هو اللي يدي كل معنى يطلب هنا ايه. ما تقول مثلا ابصرته بعيني، ولا يقول انا فقست عيون الجواسيس مثلا،
انا وشربت من العين الجاريه، خلاص انا تصدقت بعين على مش عارف ايه. يبقى القرينه هي اللي بتحدد الايه، بتحدد المعنى. وقد جاءتي اللفظ واحد والمعاني تيجي وياه كلها تيجي المعاني. يعني مثلا كلمه النجم، مثلا النجم في اللغه اللي في السماء ده، والنجم ما نبت من الارض ولا ساق له، يعني ملوش جزء كده مسطوع على الارض. يبقى اذا النجم له كم معنى؟ اثنين، نجم في السماء ونجم في الارض. كويس. الشاعر لما جه ايه رايح لمحبوبته وراكب الناقه بتاعته او الجواد بتاعه، فبيقول اراعي النجم في سيري اليكم، اراعي النجم يعني ايه بيراعي النجم؟ هو اللي هيدله، لانه علامات وبالنجم هم ايه يهتدون. هم عندهم حكايه النجم، يقول لك ده سهيل، دي مش عارف السريه، دي تروح هنا، خذوا بطن هرشا او قفاها فانه كلا جانبي هرشا لهن طريق، عارفين بالتحديد. فبيقول اراعي النجم في سيري اليكم ليدلني على الطريق اليكم، ويرعاه من البيدى جوادي. الجواد هو ماشي ياكل الايه، ياكل الحشيش. يبقى اللفظ واحد اهو، بس الضمير له معنى هنا والضمير له ايه اسمه، ايه اسمه مشترك. كذلك لفظ الذكر، وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، برضو القران يطلق الذكر على مين؟ على القران الكريم. ويطلق الذكر على كتب الرسل السابقين، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر يعني الرسل الايه، الرسل السابقين. هناك ضياء وذكرا اتينا موسى وهارون الفرقان، وضياء وذكرا للمتقين. نعم، هذه الكتب السابقه. قال لك ويطلق الذكر ايضا على الصيت والسمعه، ولذلك يقول للعرب اه يا اغبياء القران وانه لذكر لك ولقومك، ده هتفضل اسم العرب بهذه ما بقي القران. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه ايه؟ الصيت بتاعكم لحد دلوقتي. شوف ازاي ده انت لو تشوف الامم غير المسلمين لما تشوفهم هم بيحفظوا القران وبيتعتعوا فيه وعمالين يعني يجابهم علشان بس يقروا القران، واللي عايز يتعلمه بس عشان يقدر يسمع القران بحلاوه الجرس وبتاع. والذكر تذكر، هناك فانساه الشيطان ذكر ربه يعني تذكره. ويطلق الذكر ايضا على التسبيح، يسبح له فيها بالغدو والايه والاصال رجال لا ترهيهم تجاره ولا بيع عن ايه، عن ذكر الله. الله. ويطلق ايضا الذكر على معنى اخر، وهو العطاء الجيد من الله والعمل الطيع من العبد. يبقى لمعاني الذكر، يبقى والقران ذكر، اي ذكر في هذا؟ يبقى كل ده هو داخل في كلمة ايه؟ صاحب الذكر. شوف بقى كفص الماس، هو الماس ده نفسته جاء منين؟ من اي الايه؟ ليه نفس عن الزجاج؟ لان الزجاج له كسر شعاع واحد، لكن الماسه من كل حته فيها كسر شعاع، وذلك اسمها تتلألأ، لان كل ما تعملها كده يطلع شعاع من حته دي والحته من مكسر. نعم. صاد والقران للذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الله، احنا نعرف ان بل تأتي لتثبت بعدها ما نفي قبلها. ما جاءني زيد بل عمرو، يبقى مين اللي جه؟ عمرو. يبقى لغينا مين؟ لغينا زيد. طب بل هنا تثبت ايه؟ بل الذين كفروا في عزة وشقاق، تبقى معناها اللي من في ايه؟ يقول لك والقران ذي الذكر، ده معجزه محمد عليه الصلاه والسلام. كان من الواجب انهم يعملوا ايه؟ يقتنعوا بالمعجزه. فهل اقتنعوا؟ لم يقتنعوا، بل الذين كفروا في عزه وتعال واستكبار وفشل. يبقى اذا البعض العلماء يقول لك ايه؟ هذا قسم جوابه جاء في اخر السوره، صاد والقرآن للذكر
إن ذلك لحق تخاصم أهل النار في آخره. دور على جواب ينفع الجواب. لا نقول لا، القرآن جاي معجزة ولا لا؟ معجزة عشان يثبت إيه؟ صدق الرسول. هل الناس صدقوا الرسول؟ لا، بل الذين كفروا ما صدقوه بل هم في عزة إيه؟ وشقاق. نعم. صاد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة، عزة الاسم بقى، هو العزة التعالي والاستكبار، وفاهمين انهم يغلبهم ده ملهاش رصيد. نعم. كلمة شقاق جاية من الشق، الشق هو الفاصل بين شيئين، ودي لها معاني كتير في اللغة، هذا في شق وذلك في ايه؟ شق، لا مش متقيه. زي كلمة عدو برضه، ما هو معنى عدو يعني ما بنتفقش ويا بعض، لا انت وياي ولا انا، ودي جايه منين؟ لان الوديان، الوادي عند العرب ده من معالم، من معالم البيئه، الجبال والوديان. الوادي له ناحيه كده وناحيه كده اسمها العدوه، اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى، يعني مش هتلتقم، انت في عدوه هو على عدو، يبقى هو في عدوه هو ايه. وايضا الجانب، انت في جانب وهو هو جيلان. طيب الذين يحادون، انت في حد لك حد وهو له حد، مش مختلطين مع بعض. انحرف، يعني انت في حرف وهو ايه، يبقى كم كلمه بتؤدي المعنى؟ شقاق، عدو، الحاد، يعني كل واحد له حد، عدوه، جانب، حرف، انت على حرف هو، ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ على حرف. يبقى اذا ده في ناحيه وده في ناحيه، مش منتقين ابدا. بل الذين كفروا في عزه، اي عزه آسمه كاذبه، وشقاق، اي لا يلتقيان، كما يكون عدو لا يلتقيان. وما تعظم من سوابق الامم وعرف بهم. ولذلك بيقول لهم احنا ما بنقولكوش تاريخ، يعني خبركم بس كده، وانكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل انتم شايفينهم، روح مثلا ثمود وصالح بتشوفوه. كم اذا قلت كم اهلكنا، يبقى ترك للمخاطب ان يحدد الكميه كم، وانت لا تقول ذلك الا اذا كانت كثيره قوي. يقول له كم اعطيتك، كم صبرت عليك، كم حلمت عليك، وكم واسيتك، يعني امرار ايه، امرار كتير انت اللي تقولها مش انا. كم اهلكنا من قبلهم من قرن، واحنا قلنا القرن هو الطائفه من الزمن الذي يحكمها مشخص واحد، نبوه زي قوم نوح وقوم هود وقوم نور، ملك الله تصل الى 100 سنه، يسموها في الاصطلاح القرن من ايه، من سنه متقارنين. كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. شوف بقى قال من قبلهم، هنا احتياط جميل، لان بعد سيدنا رسول الله ما جه ما فيش هلاك بالجمله زي زمان. وما كان الله ليعذبهم وانت ايه، كلمه من قبل يعني مش هتتكرر تاني. وذلك تجد لها برضه في قول الحق سبحانه وتعالى، فلما تقتلون انبياء الله من قبل. بلك لو ما قالش من قبل ديا، كان يمكن النبي يقول الله هيقتلوني زي ما قتلوا الانبياء. قال لك الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان ايه، الكلام ده كان زمان مش دلوقتي. يعني كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا. كلمه فنادوا يعني ساعه ما جالهم الهلاك نادوا، يبقى النداء ده ايه، يعني نادوا مين، ينادوا مين، يعني من يخلصهم، من يغيثهم، من ينقذهم. فنادى وما قالش بينادوا مين، نداء عام لمن لكل من يسمع. ولذلك تجد المناداة للفزع الى شيء عشان يخلصك مما لا تقدر عليه له مراحل، فيه شيء ذاتي في ذاتك. بمعنى ان مثلا جت حجر هنا تضربني هنا، او ما نعمل ايه، انادي ايه كده، يبقى ناديت بعضي
او جه حاجه ايه لا خلاص ماسك رجلي كده وعاملها الله. يبقى ايه رجعت الى ايه؟ رجعت الى بعض انا. ومره تفزع الى اقرب الخلق لك اللي هو يا با يا امه يا فلان يا اخي يا احمد يا اللي مش عارف ايه. ومره ما الاقيش مثلا حد يا جار يا اللي ماشي في الشارع يا كلها مره من الذات ومره تتنقل كده للاقرب فالايه في الاقرب. فاذا لم تجد قلنا ايه زمان قلنا يا هو يعني يا هو ماليش الا انت يبقى خلاص. فنادوا نادوا للايه عشان يغيثوا مما هم فيه. فقال الله الندى بتاعهم ولا له طعم ولا له جدوى ولا تحين مناص ما فيش مفر لا مناص اي لا مهرب ولا مفر ولا ملجا ولا مغيث. من يجير على الله؟ انت تجير على بعض على على بعض خلق زيك انما تجير على الله لا يمكن تجير على الله. يبقى فنادوا ولا لا مكونه من لا النافيه وزادت عليها ت زي ثمتها جاء فلان ثمتها جاء فلان بدل ثم تحط ت ثمتها قمنا الى جرد مسومه اعرافهن لاجلنا منازله يعني هي هي ثم بس عليها تاء الايه تاء الالحاق. فهنا لا ت اصلها لا ولا تنفي. تنفي ايه؟ تنفي اي حاجه. مره تنفي المكين لا رجل في الدار لا دار اسكنها نفت المكان خلاص. لكن اذا جت عليها التاء تبقى لنفي الزمن خاصه ولا تحين مناص يعني ليس الوقت وقت مفر ولا مناص. يبقى لا للنفي مطلقا مكانا ومكينا. فإذا دخلت عليه التاء تجردت للنفي للحين. ولذلك يقول لك ولا تحين يعني لم يكن هناك زمان لإيه للفرق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. لا ت يعني لا إيه لا مفر ولا مغيث ولا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أنا الحتة اللي ما كانش ده كانوا يتعجبوا لو الأمر بالعكس لو جاء لهم رسول ملك هو ده اللي كان يبقى إيه كان يبقى عجيب. رسول ملك يجي ليه ده الرسول مفروض فيه إنه أسوة والملك لما يقول خذني أسوة واحد يقول أنت ملك يا أخي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. العجب هو استغراب ازاي يجي رسول منا ما كنتوا عايزين ايه لازم كان يجي لنا رسول من جنس ثاني. طب ده لو كان رسول جه من جنس ثاني كان يبقى موضع العجب لان لو جه من الملك. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا ما كنتوا عايزينه ايه عايزينه إيمان هو بشر هو منكم عايزينه ملك. طب وهل الملك يرد ذاته ولا لازم يتشخص في واحد؟ طب لو شخص في واحد طب ما الشبهة تبقى قائمة؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى إذا الرسول لابد أن يكون من جنس مين؟ ليه؟ لأن الرسول حامل منهج يحققه وأسوة سلوك يطبقه. فلما يكون ملك ويقول يعمل زي يقول له ما أقدرش لأن أنت ملك أنت معصوم ما تقدرش تعمل حاجة مالكش شهوة مالكش مش عارف إيه مالكش إيه. يبقى لازم يكون الرسول من مين؟ من الجنس. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما هتبقى الشبهه هي ايه؟ هي ايه؟
إذن العجب هو استغراب أن يكون الرسول من بينهم. نقول له لا، كون الرسول من بينكم هو الحجة، وكان يجب أن يكون منكم. ليه؟ عشان هو أسوة تطبيقية، فإذا قال لكم خذوني أسوة واعملوا زي، نقول له صح. لو كان غير كده ويقول لي أسوة. ولذلك حينما امتن الله على المرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني ما جبتوش ملك، ومش ما جبتوش ملك، ما جبتوش إنسان غريب عنه، بل منكم وشايفين طفولته وشايفين كل حاجة وعارفين الأخلاق وعارفين مش عارف إيه، وكنتم بتسموه الأمين ولا. يعني ما جبتوش حد يعني كده، يبقى العذرت إنه رسول من إيه؟ من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص إيه؟ يبقى العجب بتاعكم ملوش مفرح. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، من جنسهم، مش من جنسهم بس إنسان، لا ده جنسهم من نوعهم، وهو عرب، عرب ومش عرب مطلق، ما جاش من الجنوب، ده عرب من قريش. الله، يبقى اذن انتوا ازاي انتوا ما تعرفوش قبل كده وانتوا عارفين. ولذلك ايه، واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واضحه لا تنكر، يعني ما يقدرش حد يقول لا دي كذا، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدل، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون. طب من عايش وياكم؟ ده نسينا 40 سنة، يعني عايش وياكم 40 إيه؟ فأنتوا عارفين كل حاجة عني. العجب اللي كان يجب أن يرد إلى النقيض، يبقى العجب في النقيض مش في الواقع. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ساحر؟ ساحر يعني إيه يا سيدي؟ قال لك ساحر يعني مخيل من الأشياء. في فرق بين السحر وبين معجزة عيسى، من جنس يقال السحر، لأنه حيعارض مين؟ حيعارض سحرة. السحر لا يغير حقيقة الشيء، ولكن يخيل إلى الناظر أنه كذا. فالسحر ليس في الشيء ولكن في أعين الناس، سحروا أعين الناس. بدليل أن السحرة لما جم وألقوا حبالهم وألقى موسى عصاه وقعدت تلقى في الحبال، الله قالوا أهملنا يا رب. ليه بقى؟ طب ممكن معلم كبير عنهم شوي، يعني واد حدق شوي، قال لك لا، ده الشغلة بتاعته دي مش بتاع بشر، لأن إحنا بنشوف الحبال حبال، إنما اللي بيشوفنا يلاقيها تعابين، وإحنا شفناها تعابين، شفنا العصا حية، يبقى مش شغلته دي. ولذلك ما قالوش آمنا بموسى على إنه معلم، آمنا بربي، الشغلة دي مش بتاعته بقى، وخلص الجدل. يبقى إذا السحر تخييله وسحر للأعين الراية، إنما عصا موسى حقيقة، بدليل إن ربنا بده خلاها حقيقة. ما هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. طب بالله الجواب ما زادش، كان يجب ان يقول ايه؟ عصا. العصايا. ما هي بايدك. قال لك بقى هو انت عايز يجيب كلمه ورب لطاها مع ربنا، ده بده يطول الانس بخطاب الله. ولذلك قال عصايا اتوكا عليها واخشوا على وزوجها. قال وليا فيها مآرب أخرى، يعني لو كان عايز يقول لنا المآرب كلها بقى. الله، إذن أراد أن يطيل أنسه بخطاب ربه فزود عن المطلوب، لكنه علم مقام ربه فاستحى وقال لك وليا فيها إيه مآرب إيه ما نيجي نرد عليهم بقى بالعقل. محمد ساحر وسحر من آمن به وأنتم لا تزالون على كفركم. طب ما دام سحر اللي امنوا بيه، طب ما يسحركم تنفض الحكايه والمعركه تنفض، ما دام ما سحركوش يبقى ما في السحر بقى. ساحر كذاب. اجعل الالهه الها واحده؟ ان هذا لشيء عجاب بقى.
وعجبوا، كان مصدرها عجبا، عجبوا عجبا، انما جاب لنا كلمه ثانيه خالص بعيد عن ان هذا لشيء ايه مش عجيب عجاب. ساعات تيجي البنيه تدي فيها مبالغه، الاصل موجود انما في زياده، تقول فلان طويل، فاذا كان طول مبالغ في شويه تقول فلان طوال. هذا امر غريب، ان كان عجيب غريب قوي يقول لك هذا امر غراب، يعني غريب قوي. تيجي مثلا هذا شيء كبير تقول كبار، ومكر مكرا ايه كبير، قال لك كبار يعني اكبر من كبير شويه. الله، اذا فاللفظ ياخذ في صياغته قرب معناه من الحقيقه، شويه يبقى شويه، كتير يبقى ايه يبقى كتير. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال لا، أجعل الآلهة إلها واحدا. الآلهة اللي هم إيه؟ اللي بيعبدوه. ده البيت كان فيه كذا صنم، وناس بتعبد شجر، وناس بتعبد نجوم، وناس بتعبد ملائكة، يبقى آلهة. إيه الشبهة دي جت ليه؟ الشبهة دي جت من استعظام الوجود، من استعظام الوجود. سماء فيها شمس وقمر وكواكب ونجوم وهواء وشغلان، قال لك واحد يقدر عليها واحد؟ مش ممكن، ده لازم لهم ناس كتير قوي يا دول بيعملوا العمليه دي. الله، اذا عظمه الموجود هي اللي خلتهم يقولوا ايه ده في الهه متعدده. ما حد يقدر يعمل ايه لوحده، يبقى انه يقول له سبحانه بقى تيجي هنا، بقى سبحانه تيجي هنا. ده بالعكس، ده لما يكون الحاجات عظيمه قوي قوي ده دليل على ان الايد اللي فيها واحده. لو كانت الايادي لذهب كل اله بما ايه بما خلق، ولا على بعضهم على ايه على بعض. يبقى اذا قولهم اجعل الالهه، يبقى هم كانوا يقولوا بان في الهه، الهه يعني معبوده. نقول له انتوا غلطانين في حاجتين اثنين. الحاجه الاولى انكم فكرتم ان عظمه الصنعه تؤدي الى تعدد الصانع، ده عظمة الصنعة جاية من انه صانع واحد، ولذلك لا تتعارض صنعته. ادي واحدة. ثانية، ان كنتم لما قلتم اجعل الالهة الها واحدة، طب الهة يعني ايه؟ معبود. طب المعبود ده معنى ايه؟ المعبود هو الذي نطيعه في اوامره ونواهيه. فقولوا لي ما اوامر الشمس ونواهيها حتى نعبدها؟ ما فيش. طب ما الذي أعدته الشمس لمن يطيعها ويعبدها؟ ما فيش. ما الذي أعدته لمن تمرد عليها ولم يطيعها؟ إذا كلمتكم آلهة كلمة كذب، ولم أيمنها كده ما أنزل الله بها من سلطان، لأنكم لو عرفتم معنى آلهة وعرفتم أنها معبودة، ومعبودة يعني فيه منهج يعني يطيع ونصير، قولوا لنا منهج الشمس إيه؟ ما فيش. طب وإيه اللي عشاكم في الحكاية الآلهة دي؟ أنتوا أغبياء. طب خلي عبد مملوك لعشرة، والعشرة دول متشاكسين فيما بينهم خصومة، يبقى العبد مرتاح ولا تعبان؟ طب وعبد لواحد بس، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ أنتوا أغبياء. إذا الأهوية بلا منهج وبلا عبودية يبقى كلام كده. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء إيه؟ عجاب. وانطلق الملأ منهم. إيش انطلقوا ما كانوا فين؟ إيش الملأ؟ وإيه اللي جاب الملأ هنا؟ قال لك هذا لها قصة. القصة إن لما أمر سيدنا رسول الله ابتدى يستفحل ودعوته تنتشر، صناديد قريش الذين يؤذون بالرسول الهادي هم عايزين يفضلوا في طغيانهم، عايزين يظهروا في سيادته، ودول جاي هيحدد السيادة. فقالوا يلا نجتمع ونروح إلى أبو طالب عم النبي ونقول له إن كان ابن أخوك ده عايز ملك نديله ملك، إن كان عايز مش عايز نديله إيه. فراحوا خدوا صفوة الناس اللي هم إيه الملأ. الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة وزيا وإنداما
اما تشوفهم قاعدين كده تشوف ايه، تقوم تعرف ان دول الاعيان يملؤون صدور المجالس كده. دول اسمه الملأ. الملأ كان على راسهم مين؟ كان على راسهم الوليد بن المغيرة، وقول لي وياي ابو جهل عمرو بن هشام، وابي واميه ابن خلف اثنين، وعتبه وشيبه ابناء ربيعه، والنضر بن الايه ابن الحارث. راحوا لعمه وقالوا له شوف ابن اخوه عايز ايه، ملك نديله، مش عارف عايز ايه، نعمل ايه؟ طب ماذا تريدون؟ قال له تهادلنا في الهتنا وانهدنك في الهتنا. قال لهم لو وضعتم الشمس في اليمين والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته او اهلك دونك. وقال ما فيش اي. قالوا قوم يا شيخ بيني. لما يكون رايحين جماعه يتفقوا مع واحد وبعدين ما يلاقوش سدر حلول يعملوا ايه؟ يقول لهم يا دي انت هو اهدي. وانطلق سابوا الملأ وانطلق الملأ منهم. ان امشوا 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 يا قوم يا يعني ما تفهموش وياه. واصبروا على آلهتكم أو يضللكم عن آلهتكم. خلوكم برضو بتعبدوا إيه الآلهة الإيه المتعددة. هنمشوا وانطلق الملأ منهم. دي تصوير للعملية اللي فيها ناس جايين يساووا واحد بباطل على حق فلا يوافقهم، فيبقى يعملوا إيه؟ لازم ينطلق. وانطلق الملأ منهم هنمشوا واصبروا على آلهتكم اوعى يضلكم عنه ان هذا لشيء يراد. لمسألة لها ما بعدها، لازم الآلهة هتغضب ويجي قحط ويجي جذب ويجي مش عارف الآلهة بتاعتهم اللي هتعمل لهم القحط، او لشيء يراد بنا علشان احنا ننزل ونبقى زي الناس كلها ونبقى سواسية ومش عارف ايه السيادة طلع منه. ان هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا بايه؟ بان في اله واحد في الملة الآخرة. طب الملة أقرب الملة اللي هم كانت اليهودية والنصرانية. طب ودي الديون من السماء. أم قال لك لا، اللي شجعهم على ذلك إنهم قالوا إيه المسيح ابن الله، والثاني بقى عزير ابن الله، فأنا ما سمعنا بهذا في الملة الإيه الآخرة. إن هذا إلا اختلاق. ومعنى الاختلاق خلق الشيء بلا واقع يسنده. نعم. فأنزل عليه الذكر من بينها. ده نقلة تانية بقى، بقى بعد ما كان مش بشر وكان مش عارف ايه وبتاع، نقلوها نقلة تانية. اشمعنى؟ طب ما احنا فينا الناس الكويسين. وقالوا لولا نزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم. فربنا رد عليهم قال لهم يا سلام، فهم يقصد ده النبوة رحمة. أتريدون أن تقسموا أنتم رحمة ربكم وربنا قسم لكم المعيشة، عامل منكم سادة وعامل منكم عبيد ده في الدنيا هو عامل كذا وكذا، عايزين انتوا تتحكموا في رحمة ربنا؟ ما هو يعلم من اصطفاه، الله أعلم حيث ايه يجعل رسالته. فأنزل عليه الذكر من بيننا، تبقى الذاتية جت، المبدأ اتلغى بتاع بشر ومش بشر وكذا. ما دام المبدأ اتلغى نروح للايه للذاتية. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره. يا سلام. قال له ما تزعلش، المسألة هم لا يكذبونك، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، أنت كذاب وساحر ما تزعلش. شوف الحق جايبها في ناحيته. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انت كويس عندهم، ده انت صادق وامين ومش عارف ايه، ده المساله ما ايه متعلقه بيها. فحملها عنه ربه. أنزل عليه الذكر من بينه بل هم في شك من ذكري من القران، بل لما يذوق عذاب هيظلون على كذا من النجاة. قال لك لا، لما يذوق في وقت تقول لم ياتي وقد لا يأتي، ولكن لما تقول لما يأتي هو الآن ما جاش إنما حيجي ثاني. نعم. لما يذوق عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العظيم. النبوة رحمة وخزائن الرحمة مملوك للرحيم والله الرحمن. فولا هي عندهم بقى يدوا رحمته للي هم عايزينه. ما دام قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية، هم اللي عايزين، أهم يخصمون رحمة ربك؟
ده الرحمة اللي بتاعته وعندي، ولا هم مالكين مفاتيح؟ طب ده حتى الأولياء المقربين اللي ربنا يعمل لهم ومضات غيبية عشان يثبت اليقين بالمسلك اللي بيعملوه عند الناس، يوم يدوهم بعض الومضات كده اللي احنا تكشيفات يعني. ده بقول ما انا ما اديتش واحد والي المفتاح، انا اقول له افتح خد الكرامه دي وهات المفتاح عندي، عنده مفاتيح الغيب، ما يسلمش المفتاح لحد، لا يقول له خد اللي انت عايزه وهات المفتاح منه. نعم. ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب؟ بقى اللي يبقى هو عزيز وغالب لا يغلب على امره، هياخدوا منه خزائن رحمته؟ ده يهابها من يشاء. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ إن كان لهم ملك السماوات والأرض بقى يلا يرتقوا في الأسباب بقى ويطلعوا للسماء والأرض فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أي وعد يا معشر الإيه؟ الجن والإنس إن استطعتم أن إيه؟ أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. برضو اللي عايزين يتنزحوا بقى ايام ما راح القمر وراحوا مش عارف ايه، قال لك سلطان دول العلم الا بسلطان ايه؟ طب ما دام هينفذوا بسلطان العلم، كيف يقول الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ السلطان اي من الله خالقها هو اللي ينفذ. لو لم تأتي هذه الايه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عرج بي الى السماء نقول مش ممكن، لان قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكثر السماوات ان تنفذوا ولا امشي الا بسلطان، اي بسلطان منا ننفذوا اللي احنا عايزين، اللي احنا عايزين ننفذه منا. دول ليسوا بدعا. فجاب بقى اطول عمر في الرساله مع الامم، جاب سيدنا نوح اللي غلبوا اللي قوموا عملوا فيه اللي ما ينعمل لحد ما قال ايه لا تذر على الارض، مع انه هو سيدنا رسول الله قال ايه اهدي قومي لعل الله يخرجهم مش عارف ايه، انما ذوك جوه خالص. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. الاوتاد طبعا الاشياء المثبته هي بنسموها الايه الاهواء. وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه، اصحاب الايكه اللي هم من سيدنا شعيب، اولئك الاحزاب ان كل دلهم الا كذب الرسل فحق عقاب. واحد منهم ما تعقبش، فكيف يقدرون لانفسهم ان يقفوا منك هذا الموقف ولا يعاقبهم؟ ده كل دول اللي ما حصلش لهم عاقبناهم، ازاي دول اللي هيفلتوا بقى؟ ليه هيفلتوا؟ إن كل إلا ما كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. مش هناخد علاج من أن نقعد بقى نهد فيهم ونأذن فيهم، لا، ده هي صيحة واحدة. صيحة واحدة تعمل إيه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة إيه؟ بس. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. لا يفقون بعدها لانهم هيروحوا الحته بقى ثانيه ما فيهاش افاقه دي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط هو الجزاء. قالوا ان كنا يعني مسلمين ادينا الجزاء من دلوقتي. طب ده الجزاء من دلوقتي في دنيا وهتبقى هي فانيه، ده انا كاتب عليها الفناء. ما يقضيش كفركم. انا متاخر لكم العذاب لحته ملهاش عمر طويلة، ولذلك اللي هيروح النار هيفضل إلى النار أبدا أو الجنة أبدا، يعني ما فيش بقى. إنما اللي هيقف دلوقتي معناها أنها تزول معكم في إيه؟ في الدنيا وتنتهي. نعم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها، وهل الصيحة هي التي تفعل أو ولا الجرس عشان يفعل؟ بس ده الجرس إيزان بالزمن فقط. ما لها من فوق. وقالوا ربنا، مش قالوا كده، اللهم إن كان، شوف الغباء غباء، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، خلي العائل يدعي دعوة كده، يا رب إن كان الحق ده من عندك اعمل ايه؟ اهدنا له
أو قال لنا أبدا. دليل يريد الحق بذلك أن يدلل لنا على أن موقفه ضد نفوسهم، موقفه في التأبي على الرسالة ضد نفوسهم. ليه؟ لأنه يقول فأمطر علينا، إن كان الحق ده من عندك مش هنؤمن به، هات العذاب بتاعك اللي انت ايه. ولذلك هناك يقول أفي بعذابنا يستعجل، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي جزاء عملنا قبل يوم الحساب. قال لا، طب انتوا بتؤمنوا فيهم حساب ايه؟ بقول لك الكلام يسرقهم كده، قبل يوم الحساب. السرقه دي بتيجي منين؟ قال لك تنبه مواجيد الفطره قبل العقل الماكر. ما هو اصلا بيكذب بيشغل عقله في الكذب، ولازم يكون ذكور. ما تكذبش كذبه النهارده وبعدين تيجي تكذب بكره، احسن ما دام مش واقع هتتغير في بعض الملامح، لان الصادق بيحكي واقع، انما الكاذب بيحكي غير واقع. ولذلك يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت وقلت ايه؟ زي الراجل اللي كان بيقول ان احنا رحنا البندر ليله العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر. يخرب بيتك. ان كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. لان الكذب ملوش ايه؟ رجلين زي ما بيقولوا. ليه؟ لانه لا يستوحي واقعا، وانما يستوحي خيالا، والخيال يتغير. ما انتش عارف حاجه. امال هو وظيفه المحققين ايه؟ النيابه لما تقعد تحقق واحد يقول لك ده عصرته النيابه، عصرته يعني عملت ايه؟ قعدت تلوك فيه لحد ما جاب تضارب في اقواله. ليه؟ لان الواقع ان حكيته الف مره الواقع يملي نفسه، انما الكذب يمليه الافك، والافك وانت مش عارف هيبقى ايه شكله فتلقي. نعم، قبل يوم الحساب. ولذلك برضو تجدهم هناك ايه، لما المنافقين قال لا تنفقوا على من عند رسول الله، قال لا 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 تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما انتم امنتم انه رسوله. برضو سرقة المواجيد الفطرية في النفس. وبعدين يتنبه كمان زي ايه، كمان حكايه برضه في الايه، في تنبيه الغريزه كده، في تنبه الغريزه كده. هناك في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب هم كانوا قالوا ايه؟ ما دام بيقول ما ودعك ربك بيرد عليهم، ما دام بيرد عليهم يبقوا هم قالوا ايه؟ رب محمد ايه؟ قلى. طب اشمعنى عرفتوا ان دلوقتي له رب بقى؟ طب ده انت بتقولوا ده كذاب ومش عارف ايه. بقى لما جت مصلحته من الوحي فطر شويه، فرحته قوي وقلت يا رب محمد قال اشمعنى دلوقتي بقى له رب. وقولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ ينفضوا. عملوه عملوا هم نفسهم مقياس انهم وراء النفعيه، فكان اللي هو محمد دول لما ينفقش عليهم محمد ايه؟ لأن كل حاجة في ثمن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذه قالوها استهزاء بالوعيد الذي أوعدهم الله به، فقالوا إن كان في عذاب يعجل لنا به، كأنهم واثقين ما فيش عذاب، ولما يقولوا عجل بما فيش يبقى ما يجيش، يبقى بيستهزأوا يعني. ومعنى قطنا القطعة التي كانوا يكتبوا فيها الخيار، فقال له هات لنا الكتاب بتاعنا ده وخلينا نخلص في الدنيا دي. وقالوا ربنا عجل. طب ما دي قلت ربنا بالله بلاد منطق يسخر من قولهم، يقولون هم اللي بيقولوا كده، الحق يغلبهم على ألسنتهم. وقالوا ربنا عجل لنا، ربنا
ما دام انتم مؤمنين بان في رب تقوموا تستهزئوا. نعم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني نحن مشتاقون لعذابك، ما تاخروش للاخره، هتهلنا في الدنيا ان كان في عذاب. يبقى ده معنى تهكم ولا لا؟ تهكم لا يليق مع قولهم ربنا. نعم. اصبر على ما يقولون. اصبر، الصبر استعلاء النفس على الاحداث، اي بمعنى ان الاحداث لا تنال من قوتك، لان الذي يصاب بمصيبه يحتاج الى قوه ازيد من قوته الطبيعيه، فما تخليش المساله تضعف قوتك عن تحمل الحدث. اياك ان تجعل المصابه مصابين، مصاب في اصابتك وبعد ذلك تقور امام الاحداث. لماذا؟ قال لك لان ما يصيب الانسان المؤمن قسمين، مصيبة للإنسان فيها دخل، كأن يرسب لأنه لم يذاكر ولم يراعي دروسه، يبقى له دخل ولا لا؟ طب هتزعل على مين؟ انت بقى تستعلي على نفسك وبعد ذلك تشوف انت كنت غلطان في ايه وتصلحه. ادي الرجولة، ما تقولش ده انت سبب الحكاية، ان كنت هتزعل ازعل من نفسك بقى. ادي واحد. وصبر على حدث ليس للإنسان دخل فيه، وما دام على حدث ليس للإنسان دخل فيه يبقى قدري، وقدري يبقى مجريه لا يريد بك إلا الخير وإن كنت تعتقد أنه إيه شر. ولذلك الإنسان مرة يقعد يدعي يقول يا رب هات لي، يا رب هات، يقول لك ما جاوبنيش ولا جواب، يقول لك لا هو جاوب حمقك، لأنك أنت طلبت هذا الأمر بقوانينك في الخير، ولكن ربك يعلم أن هذا ليس خيرا لك، ولذلك إجابته لك أن لا يجيبك. ولذلك يعلم المؤمنين في الذين كانوا يشمتون في الأحداث تصيبهم، قال لهم كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا. طب كأن المصيبة جاء لنا بالخير، يبقى أنتم ما تشمتوش، لو كنت عندكم عقل تعرفوا أن المصيبة ده جاء لمين؟ لخير، إما تمحص لنا وإما علو مرتبة لنا، وإما علشان اللي مش مؤمنين يعرفوا إن الإيمان عندك عمل عندك جلادة، هذه الجلادة لا تلين أمام الإيه؟ أمام الأحداث. ومن ناحية أخرى الذي يصيب الإنسان إما أن يكون له غريم أو مصيبة لا غريم فيها. واحد يسئني يبقى لي غريمة، هو ضرب ابني، ضربني، عمل فيه حاجة، يبقى أنا مصيبة أصابتني وهو سبب. دي عايزة لون من الصبر قوي، من الصبر قوي، لأن غريمي قدامي. إنما المصيبة اللي ما لاش فيها غريم دي، طب أنا مريض حجز من مين يعني؟ أعمل إيه؟ أقول أعمل ربنا بقى، يبقى دي أهون شوية. يبقى المصيبة اللي هي فيها غريم، الغريم كل ما أشوفه يؤجج فيها الانتقام، فدي عايزه صبر ايه؟ صبر قوي. ولذلك يقول ان ذلك من عزم الامور، يعني اللي له غريم وعمل فيه مصيبه يغفرها، لان دي من عزم الايه؟ لان كل ما تشوف غريمه تهيج نفسك ثم عايزه صبر. انما المسائل اللي مالوش فيها غريم كالمرض يقول واصبر على ما اصابك، ما قالش ان ذلك من عزم الامور، واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، ما اكدهاش ليه؟ لأن دي أمر واضح، أمر واضح. فأقول الحق لرسول الله على الإيذاء ساحر وكذاب وإفك ومفترى ومش عارف إيه ومجنون، كل دي بتحذره. فالرسول عزاه عزاء إجماليا في الكل اللي قلناه امبارح، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، نعرف إن ده مزعلك. وأنا عايز أقول لك الناس دول بيحبوك، ده المسألة وياني، العداوة وياني، فإنهم لا يكذبونك، أنت صادق عندهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى ربنا شالها عن مين؟ شالها عن سيدنا رسول الإيه؟ رسول الله. اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود. ما علاقة اصبر على ما يقولون بحكاية سيدنا داود؟ قال لك لأن داود اتهم برضه اتهامات فظيعة. ألم يقولوا إنه هو كان بيحب واحدة شافها جميلة أوي، وهي مرات واحد اسمه أوريا في الجيش، أما عمل له حرب بره عشان يخلى الجو له،
فقال دي مصيبه في العرض، ده انت اللي عندك ده حاجات بسيطه قوي، كذاب وساحر ومجنون، ده مساله، انما دي كانت مصيبه في الايه. ومع ذلك صبر عليها. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. كأن الله يريد أن يعطي لرسول الله الخاتم الذي أرسله الله ولا رسالة بعده، وأرسله الله وفوضه في أن يشرع، ودم حاجة ما حصلتش لرسول، وأرسل الله معه كتابا، هو مهيمن على كل الكتب، مهيمن عليه. بقى الرسول اللي بالشكل ده ربنا يرجعه ليصبر كداود، قال يدل على أن أمة الرسالة في أمة واحدة، كل واحد بيبلغ الرسالة المناسبة. ولذلك لما يقول واذكر عبدنا ويعد كم واحد، فلان وفلان، ده ما يقول عبادنا بقى، يقول عبدنا، كأنهم تجمعوا كلهم في مهمة واحدة فلا تفرق بينهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا. ولذلك يقول لا تفضلوني على يونس، انتم ما تفضلونيش، لأن تفضلكم حابة مقاييسكم، سيبوا لربنا اللي يفضل. ولذلك قلت تلك الرسل فضلنا، ما تفضلوش انتم، ما لكوش دعوه بالحكايه دي، انتم ما تعرفوش الحكايه دي، فضلنا بعضهم، احنا اللي فضلنا. واذكر عبدنا داود، شوف الشرف الكبير ده، رسول الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يستهل سوره الاسراء ويجيب العله في انه اسرى به الى بيت المقدس وعرج به الى السماء، ما جابش حيثيه لهذا كله إلا لأنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده. فكأنه لما أخلص في العبودية استحق إيه؟ لما جفت الطائف به واضطهدوه وشتموه وقعدوا ورموه بالحجارة، قال له هذه حفاوة الأرض، أنا سأأخذك لحفاوة السماء، أعزيك بحفاوة السماء. نعم. فكلمة عبدنا لداود دي حاجة منزلة كبيرة قوي. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، صاحب ده يعني صاحب الأيدي اللي هي القوة، والإيمان عايز قوة. ليه؟ لأنه يجبرك عن معاصي النفس عايزاه، فعايز قوة كفح عن المعاصي، وحيأمرك بطاعات صعبة على النفس وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى احنا عايزين قوة من ناحيتين اثنين، قوة تردع عن المعاصي وقوة تدفع إلى الطاعة. القوة دي بقى ربنا يكررها كتير في الكتاب، يا يحيى ايه ودي الكتابة بقوة، خلي عندك قوة الدفع وقوة الردع، قوة الدفع علشان تروح للطاعات اللي انت بتكسل عنها. طب وبتكسل ليه؟ قال لك لا يكسل الانسان عن طاعة الا اذا عزل الجزاء عن الطاعة عن الطاعة، انما لو استحضر الجزاء على عملية الطاعة تبقى الطاعة سهلة أوي. طب وليه بيروح للمعصية؟ قال لك لم يستحضر العقاب على المعصية مع المعصية، وإلا لو استحضر العقاب على المعصية مع المعصية لغلب تصور العقاب على المعصية فمنعها. احنا ضربنا مثلا لطلاب الجامعة، قلنا أعنف غريزة تسيطر على الإنسان الغريزة الجنسية، فلو اننا جبنا شاب كده عنده تشرد جنسي وقلنا له يا شيخ ده الجماعه جايين هنا رحله في مصر وفيهم فتيات بقى ايه، وان شاء الله هنخليك تقابل واحده منهم كده ومش عارف ايه، وتقعد وياك وتستامل ومش عارف ايه وبتاع، وهنهيئ لك سكن كويس ومش عارف ايه، بس عشان ما نغشكش تعالى تحت البدرون. يروح البدرون قال له هذا فرن مسجور، فرن محمي نار، انت تقضي ليلتك مع الهيل وبعدين ننزلك تحرم. يعمل ايه؟ احكموا انتوا بقى. يعملها؟ ما يعملهاش. ليه؟ لان حضر امامه الجزاء على المعصيه، فلما يحضر امامه الجزاء على المعصيه يمتنع عن مين؟ المعصيه. لما يحضر عنده الثواب على الطاعه يعمل الطاعه. في جبال هناك، في جبال هملايا، وجدوا ان في ناس عايزين تبقى قمه افريشت ويطلعوا عليه، ووجدوا ناس بقى يطلعوا التلت ويتعبهم يموتوا والتلتين، وضحايا كتير في الطلوع، انما شهوته الاستعلاء على قمه افريشت هي اللي عملت ايه؟ خلتهم يستهينوا بهذه الايه؟ بهذه الايه؟ الصعاب ويمشوا. اذا فالذي يجعل الانسان يكسل عن الطاعه عدم استحضار الثواب على الطاعه، لو استحضرها لسهلت عليه المشقه.
طيب والثانية قال لك برضو لو استحضر العقاب على المعصية لشقت عليه الايه المعصية. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بشرح هذه الجزئية: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو مستحضر إيمانه إنه حيبقى كذا ويبقى كذا، إنما يبقى فيه غافلة شوية عن الايه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ايه وهو مؤمن. هذه معنى الغفلة عن الايه، الغفلة عن الجزاء. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي القوة. نعم. إنه أواب. أواب هي مبالغة في آيد، زي تواب مبالغة في إيه؟ في تائب عن الناس. يبقى في صيغة اسمها صيغة الإيه؟ كلمة أواب دي تدل على أن الإنسان عرضة إن تجيله هزات المعصية شوية كده، مهما تاب كده تروح وقع عليه. ربنا ما قالكش أنا تائب بس، أنا غفار مش غافر، أنا غفار. يعني معناها إيه؟ تتكرر مغفرتي بتكرر. بس المهم أن لا يكون عندك عند التوبة إصرار على أن تعود، تقع عليك معلش. نعم. إنه أواب. وأواب هتسرح هنا. وخر راكعا وأناب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الجبال، الجبال أدنى الأجناس في الكون، لأن احنا قلنا الجنس الأدنى الجبال، وبعده إيه الجنس النبات، وبعد النبات إيه الحيوان، وبعد الحيوان مين الإنسان. فالإنسان سيد هذه الكائنات، أدنى الأجناس إيه اللي هي الجماد. احنا فاهمين إن الجماد ملوش حياة. ليه؟ لأننا بنكيخ الحياة بالحياة عندنا احنا، نجري وبرطع والجبل لا بيجري ولا بيبرطع ولا بيروح ولا بي. فاحنا مفسرين الحياة بإيه؟ بالحياة عندنا احنا. نقول له لا، لكل جنس الحياة حياة تلائمه. وأنت وأنت الإنسان لك حياتين، حياة وأنت يقظان، وحياة وأنت نائم. أقانونك وأنت نائم هو قانونك وأنت حي؟ لا. إزاي؟ ده بقى نايم ومغمض كده وأنا أقول لك أنا شفت فلان وكان لابس جبة بيضة وراكب حمار مش عارف شكله إيه. طب بأي شيء أدركت الألوان وعينك مغمضة؟ إذا في حياة تانية مناسبة للنوم وبعدين تركها، وفي حياة تانية مناسبة للموت، وفي حياة ثالثة مناسبة للبعث. يبقى كل وقت له حياة تناسبه. وإن أردت أن تستدل على أن كل شيء في الوجود له حياة فاقرأ إن شئت: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول العلماء عشان يخرجوا من المطب يقول لك ده تسبيح دلالة، يعني تدل على صانعها. نقول له ما دام تسبيح دلالة تبقى فهمتها يا حل. وهو قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى ما تنفعش دي. طبعا الأول. امال ايه التسبيح؟ تسبيح بلغتها. ولذلك يقول في الطير صفات: كل قد علم صلاته وتسبيحه. ما تقولوش الصلاة ازاي وكل واحد عارف صلاته ايه شكلها. ألم تأتي نملة وتشوف بنود سليمان وهي عاملة دبان علشان أمتها أمة النمل: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا ايه. شوف عدالة الحكم، يعني مش جبارين، هم مش شاعرين بكم انتوا تحت رجليهم زي الرمل اللي تحت رجليهم ولا هم دارين. في عدالة في الحكم حتى. وثانيا يقظة في انها جاءت ان سليمان جاش بجيشه واحد. الله، تبقى المسألة الهدهد ما قالوش على قضية التوحيد سليمان، يقول له احط بما لم تحط به. لا، يقول لسليمان: احط بما لم تحط، او جئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكه واود والى اخره. وبعدين اللي حدث في نفس الهدهد الحيوان ايه اللي حدث في نفسه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ده وعظ ايه دي فهم لا ايه لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. إيه عارف القضية من أولها لإيه لآخرها. والإنسان الذي يدل على الكون بعقله وفهمه نقول له: طب تعالى بقى، الغراب معلمش ابن آدم إزاي يواري سوءة أخوه جثته؟ فبعث الله غرابا إيه يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة إيه. فكل كون له عالمه وله لغته
وله أداؤه لصلواته لله وخشوعه وتسبيحه، فلا تأخذ قانونا تسحبه على قانون الآخر فتحيل كثير من الأشياء. وإن أردت سندا لهذا من نفس القرآن فاقرأ إن شئت قول الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى إيه اللي مقابل للحياة؟ ليهلك ويحيى، يبقى في حياة وفي إيه؟ هلاك، هذا الاثنين. إذن الهلاك إذهاب الحياة. طيب عارف. وبعدين قال لك شوف بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دي الآية العامة خلاص. وبعدين يقول إن كل حي موجود حيموت، كل شيء بصور الكلية، كل شيء هالك إلا وجهه. يبقى معناها ان في ايه؟ ان في حياة، ان في، بس احنا مش عارفين الحياة بتاعته ايه شكلها. والان ابتدأوا مع الطير ومع الحيوان يجيبوا لغته والشفرة بتاعته ومش عارف ايه، ومسائل عجائب في الكون ربنا بيشرحها في الكون. مثلا كان فيه مثلا الصاروخ اللي بيسموه ايه اللي ديسكفري، ديسكفري صاروخ وزنه 110 طن، لما جم يقوموه ما قامش، يشوف الفساد اللي فيه ايه وجد ما ياتي. له خزان للوقود، وقود الدفع الى منطقة اللاجاذبية، وعاملين حوالين الخزان ده عازل خلاص. فوجدوا طير وزنه 4 جرام اسمه نقار الخشب، نائر في الجدار العازل 42 طن، عطلوا الايه 4 جرام طير 4 جرام وخرق البتاع وعطل الصاروخ. ينقر كده. فلما تعطل الصاروخ قعدوا يشوفوا ايه الحكايه دي، لقوا المساله دي. ومن العجيب ان الطير نقار الخشب اللي وزنه 4 جرام والصاروخ وزنه 110 طن عطل الصاروخ. ومن العجيب ان الطير سخر منهم وعمل العش بتاعه بين البخزن الوقود ومن العازل، عيش عمل عيش. الله. وجدوا ان اكبر شيء يهدد الطيران في العالم الطيور، كأنها تسأر نفسها لان الانسان اخذ بصنعته مهمته، يروحوا عاملين حلقة حوالين اي مطار. الطيور دي تغير على الطائرات، ايه العدوى اللي منهم؟ ما نعرفش ايه. هم قالوا طب وندفع دي ازاي؟ هم قال لك الطيور لها لغة، وهاتيه لغة اسمها لغة الايه؟ التنبيه والانذار. لما يشوفوا شيء يهدد جماعة الطير يقوم الطير له لغة يصوت بها، فلما الطيور الاخرى تسمع الصوت تعرف ان فيه ايه؟ مهدد لهم، يقوموا يمتنعوا. قاموا قالوا ما ناخذ الفكرة دي ونسجل اصوات الطيور اللي بتنذر دي ونعملها حوالين المطار وتنذر، عشان الطير لما يجي يسمعها يعمل ايه؟ يقول ده في حاجة غارة علينا. الطير فقاسي. قاموا قالوا طب نعمل ايه اللي بيخوف الطيور؟ قالوا الصقور. قالوا نقن الصقور. شوف انيه الصقور بقى، وعملوها بقى صيور بقى ايه؟ جيش. وعملوها حوالين المطارات عشان الطير لما يجي يشوفها ايه؟ يجري. قام برضو الطير فقاسي وسخر منهم هذا الطير النقار. راح على جناح الصقر البلاستيك، ما هم عاملين صقور بلاستيك تخوف بس كده، قام راح على الجناح وعمل عش له. الله، شيء ايه الملك ده؟ اذا كل شيء له ايه. نيجي مثلا في اعالي النيل، في حاجه اسمها التمساح يقعد في اعالي النيل، فيه نوع من الطيور جزاؤه على ما في فمه، يفتح التمساح فمه كده والطيور يدخل ايه تاخد تطهره حتى من الاشياء اللي فيه. الطير ده ساعة ما يشوف حد هيهدد التمساح يروح مصوت، يقوم التمساح يدخل المية، بيحافظ على رزقه وبيحافظ على ايه. فاذا لغة ونظام واشياء. فاذا قال الحق إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، تسبيح الجباش مش هي بتاع داود، ده التسبيح ومع أي أحد.
إنما تسبح وياه يعني يعملوا كرسي واحد. يعني هو يسبح وياه كده ويا الله. إيه اللي خلاه يفهم دي المسألة دي؟ يبقى إذا المعجزة اللي في داود مش إن الجبال بتسبح، لا، الجبال بتسبح ويا تسبيحه. ومن ذلك الكلام فيه معه إنا سخرنا الجبال معه، ما قالش سخرنا الجبال يسبحنا غير مع أي واحد. ولذلك هناك لما قالوا إن الحصى سبح في يد رسول الله، مش بيقولوا كده؟ نقول لهم عدلوا العبارة شوية، لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل. إذن مش العظمة في أن الحصى يسبح في يده، العظمة في أن رسول الله يسمع تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. العشي يعني بعد الظهر للمغرب، والإشراق شروق الشمس. بعض الأئمة أراد أن يأتي بدليل على صلاة الضحى. إيه الدليل؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم له دليل من القرآن ولا حاجة، فوجد هذه الآية والإشراق. ولذلك الضحى يسمى صلاة الإيه؟ الإشراق. يسبحن بالعشي والإشراق. طيب أي عشي وأي إشراق؟ كل مكان له عشي وله يخالف الآخر، فيبقى عند عشي وعند غير الثاني إيه؟ إشراق. زي ما احنا قلنا إن في ناس بتصلي في مكان الصبح، وفي الوقت نفسه في مكان ناس بتصلي الظهر، وناس بتصلي الإيه؟ العصر، وناس بتصلي الإيه؟ المغرب، وناس بتصلي الإيه؟ فتشرق الشمس من هنا لتغيب هنا وتاخد أدوارها. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد بهذه الدورة أن يعبد الله بكل أوقات العبادة في أي وقت من أوقات النهار. يبقى الله يعبد صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء في كل وقت، ده بيصلي الصبح وده بيصلي. أي إشراق إذن دائم يسبحنا بالعشي والإشراق. ولذلك لما يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب إيه؟ مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله أي ليل وأي نهار، والليل والنهار متداخلان، ولا يوجد ليل إلا فيه. أم قال لك كأن الله باسط يده دائما. يبقى عندنا اللي سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطيرة محشورة كل له أواب. محشورة يعني مش أماكنه. قال لك لأن سيدنا داود كان صوته جميل جدا، ساعة ما يغني بالمزامير بتاعته الطير يجي من كل ناحية يحشر نفسه عشان يسمع مين؟ عشان يسمع سيدنا إيه؟ سيدنا داود. فلما يسبح سيدنا داود يبقى الكرسي يشتغل، جبال وداود وإيه؟ والطير كلهم ويا بعض. ولذلك قالوا في قوله والطير محشورة كل له أواب، يعني يرجعون ما يقول. ولا كل اي من داود ومن الايه الجبال ومن الايه الطير، كل ده هم لله اوابون. وشددنا ملكه، شددناه يعني ايه؟ يعني قوينا ملكه. ولذلك هو وسيدنا سليمان اللي بيمتاز لهم ملكه ونبوه، ولذلك المخالفين عليهم ما فيش فطنين، لأن الملك يطبس عطى الظالم. ثم سليمان قيل وشددنا ملكه أي قويناه بإيه؟ التقوي. قال لك بالهيبة. قولك يا عم ودع هذا الدنيا كلها وياه وإيه والنصر في كل شيء لتشديد الملك. إذن أول ما يشد الملك الهيبة، فإذا أراد الله أن يضعف الملك أن يمنعه من الشدة نسقط الهيبة. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه الطبيعي الذي تأتي منه الثمرة المرجوة من أكثر طريق. هذه الحكمة. الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بلفظ من الألفاظ يأخذ أنسه بما في اللغة من الحكمة، مأخوذة من الحكمة، الحكمة التي توضع في فم الجواد اللي احنا بنسميها اللجام. طب احنا من اللجام بنعمل بإيه؟ بنحكم بإيه؟ قال لك لما يشرب كده أحكم جد.
كأن الحكمة أنا مش عايزه يجري دلوقتي، أنا عايز يمشي، ولما عاوز يمشي خلاص أطلق الحكمة أرقيله العنان يوم يجري، يبقى أنا عايزه يمشي بقدر اللي أنا عايزه. يبقى الحكمة وضع الشيء، فيشد لحكمة، يرخي لحكمة. ولذلك قلنا المتقابلات في الأشياء إنما تؤدي إلى أن فيه أشياء تفرض وجودها على الشيء. إحنا لما جينا نتكلم على المؤمنين عند قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، مما يدل على أنها ليست طبعا ولكنها التزام منهج، فالموقف الذي يتطلب الشدة مشتد، والموقف الذي يتطلب الرحمة إيه؟ نرحم. نعم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشددنا ملكه، أي بالهيبة والنصر، وآتيناه الحكمة أي وضع الشيء في موضعه، وفصل الخطاب، وأعطيناه أيضا فصل الخطاب. فصل الخطاب يعني إيه؟ الخطاب ده لا يكون إلا في متجادلين، ده يجيب حجة وده يجيب حجة ويجيب حجة، يوم يعمل إيه هو؟ يدي الفصل بين الخطاب بقى، ينصف الحق ويبطل الإيه؟ ويبطل الباطل. وفصل الخطاب، بس دي هيبقى يعترض عليها فصل الخطاب، هيجي سيدنا سليمان يعدله في فصل الخطاب بتاعه. قام قالك مين اللي عدله؟ ابنه. وما فيش حد يحب إن حد يبقى أحسن منه إلا ابنه، يبقى مبسوط قوي هو قوي. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ ساعة تقول هل أتاك كذا بيستفهم منك، دليل على أن ده الشيء كان يجب أن يوصل لك، تقول له هل أتاك كذا وكذا وكذا، دليل على أن شيء مهم. ولذلك يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هي معناها أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنما جابها في جهة إيه؟ استفهام لتجيب أنت المراد، لأنه لما يتكلم هو يبقى كلام ويبقى خبر محتمل الصدق والكذب، لكن منك أنت يبقى إقرار. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أو هذا تشويق للنبأ، لأن النبأ مش مطلق خبر، ما تقولش النهاردة أنا اتغديت مثلا بكذا والنهاردة مش بجيب، ما يبقاش نبأ ده خبر، إنما النبأ يكون إيه؟ يكون خبر عظيم جدا يجب أن تعرفه. ولذلك يحاول الحق عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلف. نبأ يعني شيء كده فجأة بينه طالع كده، ما تقولش في الأخبار العادية بقى، لازم يكون نبأ مهم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، نشوف النفس كده، وهل أتاك نبأ الخصم استسور، انما جاب استصوروا، يبقى كلمه الخصم تطلق على المفرد وعلى الايه وعلى الجماعه، فكل هذا خصم وهذه خصم وهذان خصم وهؤلاء خصم. الله، يبقى كلمه خصم تصرف للمفرد وللمثنى وللجمع وللذكر وللايه وللانثى، ويجي هتيجي هذان خصمان اختصموا في ايه في ربهم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب؟ تصور يعني نعم، لم يدخل من الباب وانما خرج من جدار السور، يبقى دخل دخول ايه؟ مش من ابوابها. ودي هنعرف ليه سببها، لانهم اصلهم مش جايين على الارض، ده هم جايين من السماء، ده هم كانوا جنود سماويين، فهيجوا من ايه؟ من الباب. نعم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ والمحراب هو المكان المقدس الذي يجعله الإنسان لخلوته ومناجاته إيه؟ لربه. ولذلك ستنا مريم كانت إيه؟ كلما دخل عليها زكريا الإيه؟ إحنا بنسمي القبلة إيه دلوقتي؟ المحراب، أشرف مكان. هو قاعد بقى يتعبد وهو إلى آخره، وتصوروا عليه. إذ دخلوا على داود ففزع منه، أهدي بقى الإشكال. ففزع هو بين يدي الله يصلي او بين يدي الله يسبح، يقوم دخلوا عليه جماعه يقوم يفزع منهم وهو في حضانته وحوزه ربه، ما كانش صح الحكايه دي. والفزع من قسمين، فزع يحرك قلبك بالجزع ولكن قالبك سليم،
استقبل الخبر كده ويعمل في نفسك عمل، انما قالبك سليم، انما فيه فزع ينضح على القالب، ينضح من القلب على القالب، يبقى الدرجه الثانيه في الفزع. بقى الفزع الاول يعمل ايه؟ يجي في القلب بس والقالب سليم، انما الفزع الثاني. طب ايه اللي خلانا انه هو من النوع الثاني؟ ما تقولناش ليه انه من النوع الاول، ايش معنى كده؟ قال له اصل اللي هناك، قال له لا تخف ولا يفهمون انه خاف الا اذا انفعل قالبهم فعالا يدل على القول. نعم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. قوله لا تخف دليل على ان الفزع تجاوز قلبه الى ايه؟ الى قالبه. وبعدين نفهم من دي قالوا لا تخف، ما يبقوش من الرعية، الرعية ما تقولش للملك بتاعها انك ايه؟ ما تخافش، مش ممكن. يبقى كان يتنبه ان دول حاجة تانية يعني. خصمان بغى بعضنا على بعض. هم اتكلموا في نفس واحد ولا مرتبين الكلام ولا كاتبينه يعني ايه؟ ده قال وده قال، ما هم خصمين اهم. خصمان بغى بعضنا على بعض. أم أن واحد تكلم والباقي أمن؟ والمؤمن احد الداعيين، والمؤمن احد الايه؟ الداعيين. يبقى مش ضروري هم يتكلموا كلهم في نفس واحد الخصمين، يبقى واحد والثاني ساكن موافق، كلهم متفقين كده وجايين في ايدهم في ايد بعض يعني، وعمالين يعرضوا المساله، يبقى ما فيش فيهم واحد طمع في الثاني، لو كلهم بيطلبوا الحق يبقى جايين متفقين على الحكايه، تبقى المساله لها ايه؟ لها شغل ثاني بقى. وهل اتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، فزع الفزع الثاني الذي يجعل القالب متحركا مع جذع القلب. طيب قالوا لا تخف، هذا اللي فهمنا إن الجذع وصل إلى قالبه. خصمان بغى بعضنا على بعض، بغى أي أحاول أن يطغى وأن يظلم، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. ده دل على عندهم جرأة تانيين، أصلهم جايين من الملأ بقى التالي. ولا تشتت، معنى تشتت يعني تبعد. واهدنا إلى سواء الصراط، اهدنا إحنا الاثنين، يعني ما نعرفش ده مين ولا ده مين، هو بغى بعضنا على بعض، ما نعرفش مين اللي باغي ومين اللي مش باغي. طب احكوا القضية، اعرضوها. إن هذا أخي له 99 نعجة. كلمة إن هذا أخي تحليل، برضو في عداوة إنه في إيه، ولذلك في القرآن يقول إذ قال لهم أخوهم، ولذلك في أعنف ألوان السعر القتل اللي بيطلب تار يقوم يقول إيه حق سبحانه، يقول إيه فمن عفي له من أخيه شيء، يحنن قلبه. إن هذا أخي، طيب فهمناه، له 99 نعجة. كلمة نعجة في اللغة بتطلق ثلاث إطلاقات، أنثى الضأن أو الشاه الجبلية أو البقرة الوحشية اسمها إيه؟ نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلني. هو عنده 99 وأنا ما عنديش إلا نعجة واحدة، قال له ادهالي وأنا أبقى كابلة بتاعتي، أنا اللي أعمل فيها. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب والمحاجة، يقول أنا عندي مراح كبير خلاها تمشي ويا المراح، مش هتكلفني حاجة، وراعي واحد يكفي بدل ما يبقى لها راعي. قعد يحسن له الإيه؟ الحكاية. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني بالحجة، والحجة دي القاضي يحكم الحجة القاضي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إنما أنا بشر أنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن القاضي بيعمل الإيه؟ للحجة. القاضي بيعمل، فما دام غلبني في الخطاب
لكن نفسي مش راضية ولذلك جيت لك اللي تحكم بيها عليهم. قال سمع الدعوة من طرف ولم يسمع الطرف الآخر تلك زلة الحاكم. ما تسمع بقى اللي جالك بعينه مقلوعة ما تشوف الثاني يمكن الاثنين مقلوعين يا أخي. قال لقد ظلمك نسب واحدا إلى الظلم بسؤال نعجتك إلى نعاجه أدخل شيئا في حيثية الحكم وليس من حيثية الحكم. طب ولو لم يكن له 99 أكان يحل له أن يقول الدين نعجتك؟ يحل شنو؟ طب جايب له 99 دي لقد إيه؟ ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج ما لهاش دخل في القضية لأنه ظالم وإن لم يكن له 99 برضه. يبقى حكم قبل أن إيه يسمع الطرف الآخر أدي واحدة. الشيء الثاني إن هو أدخل في حيثية الحكم ما ليس له دخل وهي ظلمك بسؤال نعجتك بس إنما مش قلش إلى نعاجه. الله ما يمكن أنتوا بقى يعني حاقدين عليه إنه عنده 99 يا أخي. وإن قضيتكم دي مش قضية مفردة أو فزة وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الإيه الصالحات. يبقى إذن في الشركاء برضو واحد بده يظلم الإيه بده يظلم الثاني مع أنهم أقبلوا على الشركة لحب بينهم. ما تشاركوا يعني ده ناس متفاهمين وناس كويسين وبعض يلا نعمل شركة يبقى يعني الحالة كويسة أوي. طب وبعدين تبغي ليه عليه ده انت خدت حبيب زي اللي بيلعبوا قمار قال يبقوا اصحاب وينادوا لبعض ويروحوا ويودوا بعض وكل واحد قاعد عايز يلهف اللي بجيب التاني. ايه الحكايه دي ازاي تيجي دي؟ وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم يعني اقل من القليل اقل من القليل قال لك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يحكي عن ربه في الحديث القدسي يقول لك انا ثالث الشريكين يعني لما يلاقي اثنين متعاونين كده على بعض الشركه يبقى ثالثهم ما لم يكن احدهما صاحبه. ان خان ربنا يقول لا ماليش فيه بقى يروح رافع ايده بالبركه وتخرب الايه وتخرب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم يعني قليل جدا. وظن داود انما فتناه احنا اختبرناك يا داود وعملنا لك مطب عايزين نديك الدكتوراه وانت طبيت ثلاث مطبات طبيت انك فزعت وانت في حضرة الله من خلق يدخلون عليك وخفت ليقتلوك. ادي واحد. الثاني حكمت في الامر قبل ان تسمع الطرف الاخر. طب وايه والثالث ايه ايه اللي عمل الشيء الثالث عمله ايه؟ ادخلت في الحكم حيثية ليس لها مدخل فيه. بيعلم القضاء ولا ما بيعلمه شيء؟ بيعلم القضاء. نعم. وظن داود أنما فتناه أي اختبرناه كما تفتن أنت الذهب على النار لتخلصه من العناصر الإيه الخبيثة. فلما فهم هذا لم يتأذى فاستغفر ربه من كل ذلك وخر راكعا وأناب. فاستغفر ربه من كل ذلك اي من الاشياء اللي مضت ما دام عرف انه ايه فتن بالسلاسه استغفر منها. وخر راكعا كلمه خر تتناقض مع راكع لان الركوع نصف الانحناء اللي بنحنيها دي وكلمه خر يعني سقط سقوطا لا اراديا على الارض يبقى وخر ساجدا ويخرون للأسفان إيه؟ يبقى خر ما تصنصفش الركوع إنما كان يناسب خر إيه؟ السجود. يبقى خر بطن أنه ساجد إنما هل مر على السجود قبل أن يمر على المنطقة الأولى وهي الركوع؟ فخر أي ساجدا حالة كونه راكعا قبل أن يسجد. وخر راكعا وأناب يعني رجع إلى الله فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. زلفة يعني قربة له منازل كثير بقى الجبال بتسبح وياه والطير بيسبح وياه وكل ده وحسن مآب حسن مرجع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة لمين؟ خليفة لله
بس عمدة الخلافة، لأن الإنسان كله خليفة، بس هو عمدة على الخليفة، ولا خليفة الأنبياء في حمل رسالاتهم إلى الناس. إنا جعلناك خليفة في الأرض، وخليفة معناها أنك مستخلف، وما دام مستخلف يبقى موظف. إن أحسنت الوظيفة نخليك خليفة، وإن ما أحسنتهاش نشيلها. آفة الإنسان ساعة ما تستجيب له الأشياء والأسباب يفتكر أنه بقى أصيل ما هو خليفة، إنما لو ظل في باله أنه خليفة وأنه من الممكن أن يعزل عن الخلافة في أي وقت كان يبقى مؤدب. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا يجب على الإنسان أن يظل أنه فاهم أنه خليفة مستخلف، اللي استخلفه يشيله ولو يموته يخدمه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وما دام خليفة في الأرض إما خليفة رسل وإما خليفة لله تعمر الأرض وبالأحكام وإلى آخره، فأنت مطلوب منك بواسطة أنك حاكم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. نصيحة لكل من يحكم، يبقى الحق أمامك والنبراس بتاعك الحق أيا كان موضعه تضع فيه، ولا تتبع هواك، لأن اللي بيفسد الرأي إيه؟ الهوى. هناك حينما قال المفسرون وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي. طب ما دام وحي يوحى، أمال بتعدل له ليه يا ربي؟ أنت بتعدل له كثير ما شاء الله، لما أذنت لهم ولما تحرم ما أحل الله لك، وفي مسألة ابن أم مكتوم. طب ما دام الاول جاي منك بتعدل له ايه؟ قام قال لك هو ما بيعدلوش، ده هو بيقول له انك انت ما تنطقش عن الهوى، يعني ايه؟ مالكش هوى، وبعدين الحكم يخليك تميل للهوى، يعني انت داخل على المساله بدون ايه؟ بدون هوى. فيبقى معناه انه سواء كان من عند ربنا او من المفوض فيه ان يشرع. نعم. الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يحدد مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم حدد مهمة كتابه بأنه كتاب معجز ويحمل أصول المنهج، مش فروع. أدي واحد، أدي الكتاب، ومهيمن على ما غيرها من الكتب. ليه؟ لأن الكتب الغير أثبت الله أنها بدلت، فلم يأمن عليها المؤمنين بها بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم منهجا، زي ما يقولوا صل وصوم وحافظ على الكتاب ده. فحفظ الكتاب المنزل كان تكليفا، والتكليف عرضة أن يطاع وأن يعصى، فعصوا وبدلوا يعلوا إيه؟ ونسوا حظا مما ذكروا به. طيب واللي ما نسوش عملوا إيه؟ خرفوا الكلمة عن مواضعها. طيب وبعدين وعملوا إيه ثاني؟ ألجابوا كلام جديد وقالوا هو من عند الله. فمثل هؤلاء لا يؤمنون على كتاب. يبقى أنا اللي هتكفل بقى بحفظ مين؟ أنا اللي هتكفل بحفظ القرآن، لأنكم ثبت بالتجربة أنهم غير مأمونين على الإيه؟ ففي الكتب السابقة المطلوب الاحتفاظ، إنما في القرآن الحفظ، والحفظ من الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ساعة الحق سبحانه وتعالى ما يجعل للرسول هذه المنزلة، الرسول يبينها بحاجة. ومثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل إيه؟ جماعة بنوا بيت إلا موضع لبنة، يعني طوبة هي اللي خالية عايزة تتملي. أنا الطوبة دي اللي هتكمل، بس هتكمل يا سيدنا رسول الله الأديان، أكملت لكم دينكم بس. قال لك لا، والمهمة الزائدة بقى بتاعتي وعلي صيانة هذه الأديان بي وبالعلماء الذين يخلقون من بعد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيه؟ عليكم شهيدا. يبقى يشهد أنه بلغنا، وعلينا أن نمد رسالة رسول الله فنشهد على الناس أننا بلغناهم. ولذلك القرآن لما يجي يقول لك احذر الذين يقولون إذا لم نجد حكما في كتاب الله ملناش دعوة بيه، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام ايه؟ حرمناه. فلما تيجي تشوف الآية دي ثم تجد الآيات منطبقة على الواقع. فمثلا الطاعة تلد بمعاني متعددة، ورد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه واحدة.
وورده وأطيعوا الرسول. الله أطيعوا الله والرسول. ورده أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بتكرير الأمر مرة، يبقى أمر واحد ولكن المأمور. أطيعوا الله والرسول الأمر واحد والمطاعين اثنين، الله والرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل واحد له طاعة. وما بقول وأطيعوا الرسول أي أحد في القرآن، أم قال لك لأن إن توارد أمر رسول الله مع أمر الله يبقى أطع الله والرسول في الأمر، لأن الاثنين قالوا. طب وإن كان لله أمر في القضية الإجمالية زي الصلاة صوموا وصلوا، إنما عرفش أصوم إزاي ولا أصلي إزاي ولا أحج إزاي، وللرسول في التفصيل، يبقى أطيعوا الله في إجمال الحكم وأطيعوا الرسول في التفصيل، يبقى دي طاعة ودي إيه طاعة. فإن لم يرد أمر من الله فيها وكان من شهادة الرسول أو من تفويضات، يبقى أطيعوا مين؟ أطيعوا الرسول. ولذلك لما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شوف العظمة، وأولي الأمر لم يكرر الطاعة في أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر من غير أن يكرر لفظ الطاعة. ليه؟ قال لك لأن طاعة ولي الأمر تكون من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة الرسول، ولا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ولا بين الناس، شوف كلمة الناس، ما قالش أنت مش جاي عشان تحكم بالأمن وبيك بس، أنت جاي عشان تحكم بين إيه؟ الناس كلهم. القصه برضو اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في واحد اسمه زيد بن سمين وده يهودي، وواحد اسمه قتاده بن النعمان، وواحد اسمه طعمه ابن ابيريق. قتاده بن النعمان كان عنده درع بيلبسه في الحرب، وما دام ما فيش حرب عينه في البيت، فعينه في جوال كان اصل فيه دقيق، وخاف على الدرع كان مسافر او اي حاجه، فهم فصنعه وديعة عند مين؟ عند زيد بن السمين، كان راجل أمين ولو إنه يهودي. اللي سرق الدرع مين؟ طعمة بن أبيريق، ووداه لمين؟ عند زيد بن السمين يعينه، لأن ده راجل مأمون ما حدش هيشك فيه. فلما اكتشف قتادة إن الدرع ضاع قعد يدور، فجاب رجال الإيه؟ الاستقصاء اللي بيشوفوا الأرض، فوجدوا شوال الدقيق ناضع على الدرع شوية دقيق، والدرع ماشي كده عمل سرداب من الدقيق، فقعدوا يمشوا ورا السرداب، راحوا على بيت زيد بن السمين اليهودي، فوجدوا الدرع عنده فتهموه بانه هو اللي سرق الدرع. اليهود قامت والمسلمين قامت، القضيه راحت لرسول الله، فقول المسلم قالوا يا رسول الله ان حكمت بقى على المسلم طعمه بن ابيريق هتبقى ذله للمسلمين وتنصر اليهود ازاي؟ النبي قعد يتردد في المساله، فانزل الله عليه حكمه، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. كلمة الناس دي يعني يهودي ممنوع دعوة، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. خصيمة ما تخصمش علشانهم علشان صالح، واستغفر إن كان خطر ببالك حاجة زي دي استغفر. ولا تكن للخائنين خصيمة، ما تكونش لمصلحة الخائن خصم للخائنين مش على الخائنين. ليه؟ لأن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، فيعدل حكم رسول الله ليحكم على مسلم ضد يهودي، واليهودي يبرأ زيد بن السمين، ومع ذلك لم يبالي لا المسلمون ولا النبي بأن اليهودي إيه؟ ينتصر. ليه؟ لأن الحق أعز من ده وأعز من ده وأعز من ده. وحين يجد اليهود أن رسول الله حكم بالحق على المسلم وبرأ اليهودي، يقول يا سلام ما أعدل هذا الدين، كانت سببا في إسلام كثير من اليهود، وسبب في إسلام مخيريق، ومخيريق اللي أسلم أعلن إسلام، وبعدين وهب ما له كله للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج للغزو حينما أعجله النفير ولم يصل ركعة لله، فقال رسول الله نعم مخيريق، ما صلاش ركعة لله وراح الجنة ايه؟ قتل وراح شهيد. نعم، ادي معنى بين لتحكم بين الناس. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، فلو أنهم ذكروا يوم الحساب لما ضلوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقلنا إنا جعلناك خليفة، يعني الله استخلفنا جميعا في الأرض وجعل للمستخلفين خليفة يدير أمرهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بمنهج من استخلف الكل، أو خليفة للرسل الذين سابقوا ينبه إلى من طمس من مواهب الحق في الخلق. فاحكم بين الناس، الحكومة بين الناس لا تكون إلا على اختلاف بينهم، لأنهم لو لم يختلفوا ما تحكموا. إذن فأمر الحاكم يجب أن يكون في الأمر الذي اختلف فيه الناس، ما لم يختلف الناس في شيء فلا دخل للحاكم فيه إلا أن يكونوا قد اختلفوا مع الحق الأعلى، يبقى هنا يتدخل. وكلمة الحق معناها الشيء الثابت الذي لا يتغير، لأن الأمور التي تتغير ونحن منها أغيار، معنى أغيار يعني ما نستقرش على حال، ده للإنسان. لكن الحكم الذي يحكم حركة الإنسان ما دام من الله فحكم لا يتغير، يعني ما دام الله قد أتم النعمة وأكمل الدين ورضي الإسلام فلا استدراك لأحد عليه في شيء من الأشياء، لأن الاستدراك طعن في استقصاء الله لحكمة الحكم. فالحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، هذا الحق يقابله الباطل. قد يعلو الباطل في بعض الأحيان ولكن الحق يظل هو الحق. طب ولماذا يترك الباطل ليعلو في بعض الأحيان؟ ليبين للناس حلاوة الحق بأن يشهدوا مرارة الباطل، فإذا لزعهم مر الباطل فزعهم إلى طلب الإيه؟ إلى طلب الحق. ولذلك الحق عالي وإن كان الباطل يعلو، لأن ضرب له مثل كذبت فسالت أودية بقدرها، كل واد خد من المية على قده، فاحتمل السيل زبدا رابيا، الزبد اللي بيطلع على وش المايه ده الرغوه دي اللي بتاخد القذرات والقش ومش عارف ايه تطلع لها وكده. اذا الحق ثابت. ولذلك لما نقول المناهج الالهيه جاءت لتجعل كلمه الله هي العليا، لا ده لتجعل كلمه الذين كفروا هي السفلى، ولذلك ما اعطفهاش وجعل كلمة الذين كفروا إيه؟ السفلى، ما قالش وكلمة الله العليا، لأن كلمة الله العليا ليست جعلا وإنما شيء ثابت حق. ولذلك يقول إيه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، ما عطفهاش على الجعل لأنها مش جعل، لا بأمر ثابت لا يتغير. وإن علا في بعض الأحيان فلكي يزيق الناس مرارة الباطل ليفزعوا إلى الحق. ولا تتبع الهوى. ما هو الهوى؟ الهوى هو ميل النفس إلى شيء تهواه بغض النظر عن منهج يحكمه. أنا عايز الهوى بس هوايا كده. طب الهوى ده يختلف باختلاف الناس، لأننا بنلاحظ حتى الأصدقاء الحميمين قوي وما بياكلوا مع بعض ويناموا بعض ويمشوا مع بعض وبعدين يدخلوا يشتروا هدوم، ده ياخد اللون البني وده ياخد الكحلي وده ياخد الأصفر وده ياخد الأبيض،
يبقى كل واحد مع ان في جامعه جمعاهم وهي الصداقه، انما في هوى للنفس بتحب دي وتحب دي وتحب دي. اذا لكل نفس هوى، هوايا وهوى قد يختلف، لازم نرجع الى شيء لا نختلف فيه. وحين نرجع الى شيء لا نختلف فيه ان كان من اعلى منا فلا غضاضه. الغضاضه تيجي انك انت تخضع لواحد مساويك، انما انا اخضع لواحد اعلى مني؟ طب ده لما بكونش اعرف حاجه بجيب واحد بوكل واحد، يبقى معناها ايه؟ انني اطلب الحكمه في وضع الشيء في نصابه. الهوى بقى هنختلف، ولذلك يحكمها الله بقوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق اهواءهم، يعني لو كان الحق هيمشي على تبع الهوى لفسدت ايه؟ جاب ايه الاول؟ السماوات. بقى طب ما كان يجيب الارض اللي وياها لا تفسد الارض، لك لا ده هتفسد اعلى من كده، الفساد هيمشي الاعلى من كده لانه سيفسد حكم الله المنزل من السماء. وما دام هيفسد حكم الله المنزل من السماء يبقى السماء الاول، لان هي دي الحق. ولذلك الم يقولوا في 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 مطالبهم او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ اهو ده هوى. طب لو ربنا اجابهم كانت تفسد السماوات ولا لا؟ يبقى من رحمة الله من قبل ان عصم اهواءهم، بس عصم اهواءهم في اي ناحية؟ في المناهج النظرية التي تحكم الناس اللي الناس تختلف فيه. اما الشيء الذي لا يختلف فيه فترك العقول تربع فيه زي ما عايز. ليش معنى سبدي كده؟ قال لك لانهم سينتهون الى حق واحد مجمع عليه. العلوم المادية، العلوم التجريبية كلنا وصلنا اليها ولا لا؟ الروس زي الايه؟ الامريكان. بالعكس يعملوا في مناهج الهوى زي الاشتراكية والرأسمالية والوجودية، يعملوا سدود علشان مبدأ ده ما يروحش هنا، ويعمل حواجز حديدية عشان مبدأ ده ما يروحش هنا. دي مبادئ الهوى، لا عايزين المبدأ. طب وفي التانية بقى؟ قال لك لا ده في التانية يتلصصوا ويعملوا جواسيس يبعتوهم في البلاد علشان يشوفوا وصل ايه في العلم التجريبي، يسرقوها من بعض. اذا فالشيء الذي سنتفق فيه لا تتدخل فيه السماء. علم كون، علم تجريبي، وحكمها رسول الله بتعبير النخل. بتعملوا ايه بالأكبر النخل؟ ليه؟ عشان يطرح. طب ولو ما عملتوش ما يطرح برضه؟ عامل النبي عملها في نفسه. في احسن من كده بقى؟ وبعد ذلك ما يقبروش النخل فيخيب، وبعدين يقول انتم اعلم بشؤون دنياكم، يعني العلم التجريبي اربعوا فيه زي ما تربعوا، لانكم ستصلون الى شيء واحد تتفقون فيه وتسرقوه من بعض. اما في الاهواء يركز كل هوى عن ايه؟ عن الهوى الاخر، ويحصل الصداع مباردا او ايه؟ او حار. ولا تتبع الهوى ان اتباعك يضلك عن سبيل الله. النبي مش خط خطوط كده متعدده وبعدين جاب خط مستقيم؟ قال هذه سبيله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتفريق السبل دي يجي بميل لواحد، ميل يفرق السبل. تعالى عند المركز واعمل خطين بينهم وبين بعض عند المركز ميل لواحد، وسيب الخطين يمشوا، كل ما يطلع فوق يبعد، كل ما يطلع فوق يبعد، كل ما يطلع فوق. ده انت لما تشوف المحولجيه بتوع القطر وتلتفت لاي واحد محولج عشان يحول القطر الاسكندريه او الاسماعيليه، دي كده وشفت دي فين ودي فين. المحولج بيعمل ايه؟ بيعمل بتاع مفتاح كده اهو، سمكه 5 مللي يلزق بالقضيب، يروح الخط محول. شوف بقى لما يحول يمشي بقى يفل الفرق قد ايه. الفرق كان ايه؟ هات الدايره واعمل فيها انصاف اقطار، ثم تيجي كل ما تيجي عند المركز تقرب من بعض، كل ما تبعد عن المركز تبعد عن هكذا تتفرق السبل. ولذلك هناك يقول لك سواء برضه مش السبل بس، ما هو طريق بقى واسع. افرض طريق واسع، هو طريق من الاسكندريه استراب يعني رايح وجاي ومش عارف ايه، واسع قوي صحيح مستقيم، انما الطريق نفسه يقدر تروح كده وتيجي كده وتروح كده وتيجي كده. يطول ولا ما يطولش؟ يطول. ولذلك سواء السبيل يعني اجعل الجانبين على سواء. الجانب ده زي ما بتشوف تمشي قد ايه بقى، ما تعملش لا كده ولا كده. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه؟ عذاب العلم بقى اللي احنا قلناها البارح. عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
لو تذكروا يوم الحساب على السيئة اللي بيعملوه ايه ما كانوش عملوه. كذلك لو تذكرنا الثواب على الطاعة ما كناش نكسب ايه نكسب عنه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، نحن خلقناها حق ولذلك ثابتة لا تتغير. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، كل شيء تطلع من حق الله، مسألة ثابتة. لو كانت مبنية كده ارتجال كان يحصل صدام في كل ايه في كل دقيقة وفي كل ايه لحظة في الأفلام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هم ظنين كده انها اتخلقت كده، يقولوا الخلق كده ما يبقاش خلق، لازم الخلق يكون عليه لغاية عند الخالق قبل ان يخلق. يعني زي ما قلنا الغسالة والتلفزيون، هل المخترع اخترع آلة ورماها في السوق وقالوا شوفوا دي تنفع في ايه، ولا قبل ما يعملها قال انا هعمل غسالة انا هعمل بوتاجاز. الله، اذا الغايه لازم تحدد امتى، قبل بدايه الصنع. ومن الذي يحدد الغايه؟ من صنع. تعال، ومن الذي يضع قانون صيانتها؟ برضو من صنع. اذا ضلال العالم كله جاء ناشئ من ايه؟ من ان صنعة الله يريدون ان يقننوا بانفسهم لها غايه، ويريدون ان يقننوا لها قانون ايه؟ قانون صيانة. نقول له لا، ردها إلى صانعك كما تصنع في حالة الدنيا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول لك ربنا عمال بيوعد بالنار والعذاب ومش عارف ده حاجة يعني قاسية أو قال لك لا، حين يعظم الذنب قبل أن يقع بالجزاء عليه بعد ان يقع يكون حظه ما يحصلش، يبقى بيرعببني عشان ايه؟ هل علشان نعمل ولا عشان ما نعملش؟ يبقى عشان ما نعملش. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات. طب وامتي جاي ازاي بقى؟ ام قال لك فويل للذين كفروا من النار. يقول لك طب ايه بقى؟ قال لك هنجعلهم زي اللي استقاموا على المنهج ومشوا وسلم الناس من ألسنتهم ومن أيديهم وأشاعوا الأمن وأشاعوا المحبة، نسويهم الناس من ده. ولذلك احنا كنا نرد على الشيوعيين، الشيوعيين عملوا في الناس ما الرأسماليين زي ما يقولوا، صدقناكم في أنكم اضطهدتم الرأسماليين والإخطائيين زي ما بتقولوا، وعملتوا فيهم اللي من عينه وخدتوا منهم حاجتهم وودتوها للناس ده. صدقنا يا شيخ أنهم ظلموا. طب واللي فاتوا منكم بقى ما ادركتهمش انتم وظلموا الظلم ده كذا قرن، كان من الواجب ان تقول لا ده لازم في حته ثانيه هيتعذبوا دول، يبقى كان يجب ان تؤمنوا بان في اخره، واللي فات منكم مش هيفلت من ايه؟ من عذاب الاخره. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني فويل للذين كفروا من النار. اوعى تاخدكم من الرغبه، لان لو خليتكم من الرغبه هنبقى نجعل ايه؟ نجعل دول زي مين؟ زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مش إيه؟ مش معقول. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الفاجر هو الذي يفسق، يفسق يعني يعمل إيه؟ يفسق زي ما فسقت الرطبة، فاسق يفسق عن القانون الذي يحميه ويحمي المجتمع، لأنه قبل ربنا ما يحمي المجتمع من فاسق حمل فاسق من المجتمع. طب الفاسق واحد والمجتمع كتير، يبقى مين اللي كسبان؟ ده حماك من كثير وانت حمى منك المجتمع، يبقى نقول اللي احسن بقى. وايضا الانسان حين تعمق المساله بخاصه نفسه يلتفت الى الحق قصرا عنه، يلتفت الى الحق قصرا عنه، لانه مش هاجم حمايه للحق. احنا ضربنا مثل لطلبة الجامعة زمان، قلنا هب ان ثلاثة من الشباب وكانوا في دور المراهقة، واثنين منهم مشوا زي ما بنقول على حل شعره، وواحد قالوا عليه ده طشت ده جردل ده قفل ده، وقعدوا بقى يقولوا له اللي بيقولوا احتكروه ده الصولة اللي يقودنا على جناحك، اعتزلوا. وبعدين الاثنين اللي واشين على حل شعرهم كان واحد منهم عنده بنت اخت والتاني راح يتجوزها، يديها له بالله ولا يديها للجردل؟ اه لما حصلت بقى انت عايز تاخد ايه انت؟
عارفك يعني. طب يفرض انه راح سأل عليه في البيت وبعدين دخلوه في البيت يستناه ويدخل الاقيه هو في البيت يعمل ايه مع انه صاحبه؟ جسمه يغلي ويقول زمانه عمال يبص ليه عمل ايه مع انه صاحبه. طب ولو كان التاني الجردل بقى يطمئن اليه كده ويبقى كويس يبقى الله يبقى اذا الحق حق والفضيله فضيله ما فيش فيها اضافه. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ مفسدين في الارض قال لك لان الارض مخلوقه على هيئه الصلاح فما تفسدهاش انت ان لم تكن تستطيع انك انت تزيد صلاحها ما تفسدهاش. هل قوي احنا نقدر نزيد صلاح ايه مثلا؟ احنا كنا لما نعوز نجيب ميه بنعمل ايه زمان؟ كنا بنروح على الترعه نجيب بالجره ولا نجيب بالقربه ولا نروح نعمل مش كده اللي بنحصل؟ وبعدين واحد ربنا هداه كده للاواني المستطرقه وقال بدل الناس ما تتعب كلها وتروح عند مش عارف ايه وبتاع ما نعمل حاجه تشفط الميه دي تعليها او في حته ونسحب منها مواسير الناس كل واحد يدفع على بيته. يبقى زادها اصلاحا ولا ما زادهاش؟ يبقى زادها اصلاحا. يبقى اذا تزد المساله اصلاحا مريحا مسعدا فما تفسدهاش. احنا دلوقتي بنشتكي فسادات متعدده. فساد في البيئه بايه؟ الجو مش كده؟ وبعدين الميه نرمي فيها قذوراتنا ونرمي فيها مش عارف ايه وبتاع. قلت لكم انت ادخل بستان لم يدخله انسان اسمه انف، انف يعني ما حدش دخله. تقوم تجد ايه؟ رغم ان في حشرات وحيوانات واشياء متعدده لا تشم ريحه وجه. لكن شوف لما يدخل بقى في الانسان ويقعد له اعلى بقى هو والعيله ويرمي العظم والسفة والحلل تبتدي تبقى يبقى انت افسدت مصلحة. ولذلك لا تجد فسادا في كائن لم يصل اليه الانسان. انما كل الفساد جاي منين؟ الحته اللي دخل فيها الايه؟ بس دخل بغير منهج الله. لو دخل بمنهج الله كانت الامور تستقيم. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لأن كل القصص وكل الحاجات جاية عشان إيه؟ لنثبت به فؤاده. قال له كتاب اللي هو القرآن أنزلناه إليك مبارك. إيه يعني مبارك؟ المبارك هو الشيء الذي يعطي من الفائدة على قدر ما تتصوره أنت في حجمه. يقول لك ده شيء مبروك يا أخي بناخد منه وإخلاص. كأنك انت قلت لما تاخد منه يخلص؟ قال لك لا يبقى مبروك. اسمه ايه؟ الشيء ده مبروك يا اخي. مبروك يعني ايه؟ ناخد منه ما يخلص. الله. يبقى اذا الشيء يعطي من الثمرة فوق ما يظن من مثله لمثلنا يبقى ده اسمه ايه؟ مبارك. ولذلك انت تشوف مثلا واحد مربي عياله وبعدين تشوف يخبط ده الراجل ده مرتبه قد كده ولا شغلته قد كده ولا بيزرع ازاي دي الحكايه ده احنا عايشين مش عارف ايه وبتاع. يقول لك يا اخي ده حاجه مش مباركه. مباركه يعني ايه بقى؟ الله ينزل على القليل القناعه اولا وبعد ذلك يسلب المصارف. يعني ايه يسلب المصارف؟ الرزق الناس فاهمين انه يبقى يغني كتير. يقول لا يكون يقلل مصرفك ده رزق. مثلا انت بتاخد 100 وده بياخد 100 وبعدين ال 100 بتاعتك فيها شويه شبهه حرام ودوكا حلال يجي تدخل كده تقوم الست تقول الولد ساخن. يوم ربنا يدخل الكلمه دي على ايه؟ على قلبك بالرضا كده. يقول لها طيب اعمل له ايه؟ كوبايه شاي وهات له قرص سبرين. يروح جايب قرص سبرين وشويه شاي ياخده هو بعد يفوق الولد. واحد تاني بقى ينشعب ايه ساخن يروح على الدكتور ويروح على الدكتور يصرف له 30 40 جنيه ويجيب دواء مش عارف ايه. يبقى ادى ايه؟ خد مصرف كتير ودوكا ما خدش. يبقى اذا الرزق رزقين، رزق ايجاب ان يزيد الدخل، رزق سلب ان يقل المصروف. دي رزق ده مبروك اسمها ايه؟ مبروك. طب القران مبارك؟ قال اوي مبارك اوي. ده مبارك بإعطائه الأحكام الظاهرية اللي أنت بتشوفها دي ويعملها. ليه؟ لأنه سيربي النفس على استقامة. هذه الاستقامة
لو نظرت إليها اقتصاديا تجد أنها لا تكلفك شيئا. الاستقامة ما تكلفش، إنما الانحراف هو اللي يكلف. الانحراف هو اللي يكلف والاستقامة ما تكلفش. طب تعال نمسك النبي مثلا، قال لك الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. يعني دوك هيملى بطنه كده وبعدين ياخد فوار، ودوك التاني المؤمن كده ياكل على قد لقيمات وقمنا صلبه ومش عارف ايه وبتاع حاجه زي. ثانيا لا ياكل الا اذا جاع، واذا جاع يبقى اي طعام لذيذ ولو عيشها ولو عيش ملح. طب كده خليهم لسه ما نسووش الطبيخ وانت يدك رومي وانت جعان ده، وبعدين تدخل تقشش لقمه ناشفه وحته بصله من اللي باقي وحته قطايه وتاكل لك لقمه، وبعدين يستوي الديك الرومي يقول لك قوم كل، تعمل ايه؟ ولذلك العرب الناصح الطعام الجائع هنيء، وعايز النعمة كويس قدامك جوع وكل. طب لو انت شفت كده الموائد عليها سلطة قد ايه؟ كم صنف من السلطة دلوقتي؟ ياهو، سلطة قوطة وسلطة بدنجان وسلطة الطحينة وسلطة لبن وحاجات تانية احنا ما نعرفهاش. انا بتكلم على قد ما نعرف وحاجات تانية، ويجيب أنشوقة ويجيب كافيار. طب على ايه ده كله؟ قال لك لانه ده بده يعمل مشهيات عشان ياكل كتير. هنقول له لا، المؤمن مش كده، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. دي اقتصاديه ولا لا؟ اقتصاديه. يبقى اذا المنهج اللي نزله ربنا بافعل ولا تفعل منهج يعطي الخير والسعاده للكل، اقتصاديه واجتماعي وسياسي وامنيا، كل حاجه بدون تكلفه. ومبارك ثاني قال لك لما كنت تروح بقى وتتصوف مع المنهج وتعشقه كده، ربنا يبين لك بقى اسرار ثانيه كبيره قوي، اسرار تخليك الغير يتعجب منه. الم يتعجب موسى من عمل العبد الصالح؟ طب ده العبد الصالح عبد الله على منهج موسى. يعني موسى جاب له قال له ربنا عايز منك تعمل كذا، مين اتبعه؟ بس اتبعه بايه؟ باخلاص، اتبعه بعشق. ام ربنا اطلعه اهل المباركة جات له ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم الله فرقان. هيجعل ايه فرقان تاني؟ ده بدل التقيت بتاع تبع الفرقان اللي هو القران. ام قال لك لا، لو اتبعت القران وعملته بعشق واخلاص ربنا يجيب لك فرقان خاص يديك، اهو زي اللي جابه للعبد الصالح. الله، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يدبروا الله، ما تنظرش كده لسطحية المسألة، انظر إلى أعقابها، انظر إلى المعطيات التالية، إلى الخلفيات، إلى اللوازم، علشان تستنبط منه أشياء بقى ليه. ولذلك هو لما الخضر قال له السفينة هي وخرقها، موسى قارن بين سفينة ايه؟ سليمة وسفينة مخروقة، مش كده؟ طب ايه اللي احسن؟ السليم، ادي منطق موسى. انما العبد الصالح مش مقياسه كده. العبد الصالح قارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة اصلا، السفينة اتاهت. يبقى اللي احسن بقى الراجل الظالم بياخد السفينه السليمه الحلوه، ولما يلاقي سفينه معطوبه كده يسيبها، فهيلاقي مكروهه ومعطوبه يعود عنها، يبقى ضمننا السفينه لمين؟ اهديا بقى الملكوتيات بقى الغيبيات. ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب، اولو العقول. ساعه ما واحد يكون بينك وبينه صفقه وبعد ذلك يحرك عقلك في الفهم، بيبيع قماش مثلا يقول لك القماش ده كذا، ده صوف اصلي، شوف ويقعد يعمل لك الفتله ويولع اليها مش عارف ايه، مش كرمش، شوف تقول ينبهك، ينبه عقلك لحاجات لا ينبه عقلك الا لشيء يعتقد انك ستقبله عليه. انما الثاني اللي يكلفتك بقى تدخل تشتري جزمة تلاقيها ضيقة، يقول لك لا ده بالمشي هتلبسها.
طيب وان كانت واسعه يوم يعني هو يشوفها واسعه يقول له لا الكتمه دي شويه ايه ضيقه عليك شويه هي واسعه يبقى عمال بيعمل عمال بيلف في عقلك انما اللي بيتكلم صح يقول لك على المسائل وينبه عليك ولا تنبه كويس خلي. فالذي ينبه عقلك في الحكم واثق من ان صنعته العقل يقبلها واللي كلفته كده اهم فيها ناس يقول لك ده هذه مسائل ما تبحث فيها دي مسائل دينيه مش عارف تقول له لكن احنا عندنا اتذكر اتدبر افكر يبقى معناها ايه واثق من ان صنعته اذا اعملت عقلك فيها تجد انها هي الصح ليتدبروا اياته الله وليتذكر اولو الالباب اصحاب العقول ووهبنا لداود سليمان رجع ثاني القصه مين بقصه سيدنا داود بس علشان يبقى اب لسليمان من العجيب ان داود وسليمان يشتركوا في اشياء لو نظرت الى اول كلام عن داود في سوره البقره خلاص وايه وقتل داود ايه داود جالوت ادي اول ذكر لمين لداود واخر ذكر له في سورة إيه؟ صالح ووهبنا لداود إيه؟ سليمان بقى اول ذكر لداود كان فين في البقرة واخر ذكر لداود في سورة ايه في سورة صالح اللي هي ووهبنا ايه لداود سليمان سليمان برضو اول آية تكلمت عنه في البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان خلاص وبرضو اخر ايه تكلمت عن سليمان في سوره صاد